أهلا بكم من جديد في هذا الجزء الثاني من الرأي الحر، والذي نخصصه الليلة لما يسميه البعض بالنفاق والكذب الفاضح لبعض الأنظمة الغربية وفي مقدمتها بامتياز الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية أيها السادة من أول يوم تقف مع المحتل الصهيوني بقضها وقضيبها، شحنات أسلحة، أموال، رغم أنه تعرفون أن الإدارة الأمريكية أكثر إدارة مديونة في العالم، ومع هذا تضخ المال لهذا المحتل الصهيوني حتى يصمد، والأسلحة، وتستخدم معها الفيتو في مجلس الأمن. وهناك تقارير كثيرة وأنا أميل لتصديقها بأن هناك جنود حتى على الأرض يقاتلوا أمريكان مع هذا المحتل الصهيوني. كل هذا طبعا ظاهر للعيان. ثم يأتيك مسؤول أمريكي ويقول لك والله أنا أدعو الإسرائيليين يخففوا من الأضرار المدنية، وإلا يقول لك مسؤول ثاني والله أنا أدعو لحل الدولتين، هذا للاستقرار في المنطقة، وإلا يأتيك بايدن مثلا في المظاهرة البارحة ويقول لك والله أنا أتفهم المحتجين وأنا أحاول قدر الإمكان مع إسرائيل. يا أخي ماذا يسمى هذا؟ ماذا يسمى؟ يسمى نفاق، تلون، كذب. وعلى من يضحك؟ يضحك علينا أم على شعبه؟ وكذلك تفعل ألمانيا وإن بدرجات متفاوتة، وبعض الدول الغربية أيضا على شاكلة هؤلاء. قاطع متظاهرون الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس بهتافات احتجاجية تطالب بوقف إطلاق النار الآن وفورا في غزة، وذلك أثناء حديثه في كنيسة تاريخية في ولاية كارولاينا الجنوبية ضمن جولته الانتخابية. يأتي ذلك وسط تصاعد الدعوات والمظاهرات في أمريكا ضد الرئيس بايدن لمطالبته بوقف دعم الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة ووقف الحرب الدموية التي راح ضحيتها آلاف المدنيين الفلسطينيين. رد بايدن على المحتجين داخل الكنيسة بالقول، وركزوا معي شو قال بايدن: أفهم انفعالكم. ما شاء الله عليه، والله يتفهم. لقد كنت، هذا بايدن، أعمل بهدوء مع الحكومة الإسرائيلية. ليش يعمل بهدوء؟ ما شاء الله عليه. لحملها على تقليص، ها تقليص، ولفظ التقليص يا جماعة ليس إنهاء، تقليص انتشارها العسكري في غزة. يعني شوف الخبث حتى اللغوي، والخروج بشكل ملحوظ، وسأعمل ما في وسعي لفعل ذلك. لا هو والله عاجز أمام الإدارة الإسرائيلية، يعني هكذا يفهم من كلامه، يعني هو يحاول الحقيقة، يعني هم الصهاينة لا يلتفتون إليه، هو يحاول قدر الإمكان، وكأنه يتجاهل أو يستغفلنا نحن العرب والمسلمين وكل العقلاء في العالم أن إدارته ليست هي العامل الرئيسي في هذا العدوان والداعم الرئيسي، بل وربما من تقود هذا العدوان، يعني هو فاعل خير الحقيقة ليس إلا. هكذا يود بايدن أن يظهر للمحتجين. من جهته حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قادة إسرائيل اليوم على تجنب إلحاق الضرر بالمدنيين. يعني ما شاء الله عليه 30,000 الآن، قرابة 30,000 شهيد، وما زال يطالب إسرائيل بتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين في حرب غزة، والمضي قدما في سبيل إقامة دولة فلسطينية، وذلك خلال اجتماعاته مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومة الحرب. وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أمس أنه ناقش في السعودية، لاحظ التطاول على العرب، ناقش في السعودية مسألة التطبيع مع إسرائيل وتنسيق الجهود لمرحلة ما بعد الحرب على غزة، وذلك في إطار جولة في المنطقة يسعى من خلالها كما يقول ويزعم لمنع تحول الحرب الراهنة إلى صراع إقليمي. كل هذه التصريحات تبدو مخالفة بشكل صريح وواضح لما يجري على الأرض، حيث تؤيد كما قلنا منذ قليل الإدارة الأمريكية هذا العدوان، وتدعم المحتل بالسلاح والمال والمعلومات والفيتو والمشاركة الميدانية أيضا كما يشير مراقبون كثر. من جهتها دعت وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك يوم الأحد إسرائيل ما سمته ضبط النفس في الحرب التي تشنها في قطاع غزة. يعني ما زالوا حنينين معها، عارف أنت كلمة ضبط النفس، وكأنه هناك مناوشات وليس مذابح، يعني لم تحصل حتى أيام يعني هتلر. لا، رجاء شوية ضبط نفس أيها الإسرائيليون، هذا ما تقوله الوزيرة الألمانية بجلالة قدرها.
معتبرة أنه من الضروري حصول إدارة أقل حدة للعمليات العسكرية. يعني خففوا شوية يا جماعة، إذا تقتلوا 200 أو 3 أقتلوا 100 يا سيدي، خففوا شوية. يعني هذا ما تريده المسؤولة الألمانية، أنا لا أترجم، أنا هكذا أفهم المعنى. وقالت بيربوك إنه لا يمكن أن تستمر معاناة هذا العدد الكبير من الأشخاص. وأكدت الوزيرة كالعادة، ونصتوا بشكل جيد أيها العرب والمسلمين، الوزيرة الألمانية طبعا دائما هذا يختمون به كلامهم، لا يستطيعون أن يختموا كلامهم دائما إلا بالتأكيد على ما سيرد الآن. دعم بلادها غير المشروط، لاحظ، أها إذا كانت غزة لا هذه مشروطة، أما فيما يتعلق بدعم إسرائيل فهذا غير مشروط. دعم بلادها غير المشروط لإسرائيل في حربها على قطاع غزة. شوف التناقض، حرب على قطاع غزة، يعني هؤلاء الشهداء 24,000 أو 23,000 هؤلاء هم جزء من هذا الحق الصهيوني كما تراه الإدارة الألمانية. وقالت إنها تعيد التأكيد أن إسرائيل يمكنها أن تعول وبقوة على تضامن ألمانيا في مكافحة ما أسمته الإرهاب الأعمى. لاحظ، يعني هذا المواطن الفلسطيني العربي والمسلم أو المسيحي الذي يدافع عن أرضه وعرضه وعائلته هو إرهاب، هكذا بالمعنى الألماني الفاضح والإجرامي، في مكافحة ما أسمته الإرهاب الأعمى الذي يريد محو إسرائيل عن الخارطة، وأن الحرب كانت لتنتهي. ها؟ يعني هو الحقيقة المحتل الصهيوني كان ممكن ينهي الحرب منذ فترة طويلة لولا مواصلة حماس القتال المجنون بشكل متطرف وفق توصيفها. يعني والله لو ركع الفلسطينيون منذ أول يوم ورفعوا الراية البيضاء كان ممكن المعركة توقفت. لا، لكن هؤلاء الفلسطينيين أظهروا صدورهم العالية ووقفوا أمام هذا المحتل، وبالتالي المعركة طالت. هكذا تقول بفجاجة هذه المسؤولة الألمانية المتحضرة جدا والديمقراطية جدا. بئس هذه الديمقراطية الملعونة، وبئس هذا المنطق الغربي المتعالي والمنحاز إلى هذا المحتل المجرم. كيف يمكن فهم هذه الخطابات الغربية المتلونة كما يسميها البعض؟ من جهة يدعمون العدوان وهذا المحتل المجرم تحت شماعة حق الدفاع عن النفس، ومن جهة أخرى يتحدثون عن المدنيين ومنع توسع الصراع وضرورة التخفيف من عمليات القتل الإسرائيلية. يعني بالله عليكم، كيف ممكن المرء يحكم على هؤلاء؟ غزة إذن وزراء خارجية أمريكا وألمانيا كمثال، طبعا عندكم وزراء خارجية آخرين في دول غربية أيضا على شاكلة هؤلاء. ما بين التباكي على المدنيين في الوقت الذي تدعم فيه بلدانهم العدوان وبشكل صريح وواضح، كما استمعتم الآن إلى تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية، قال لك ما تشككوا أيها الصهاينة أبدا وقوف ألمانيا معاكم في التصدي لهذا الإرهاب. يعني والله على الفلسطينيين إذن أن يتخلوا عن صمودهم وعن مقاومتهم وحتى عن عصيهم وحجارتهم، ليس من حقهم أن يقفوا أمام إسرائيل نهائيا. يا أخي شو المنطق هذا؟ شو هذا المنطق؟ بين صدق النوايا عندما يتباكون على المدنيين أو حتى عن زملائنا الصحفيين كما فعل بلينكن، قال والله أنا أشعر بما يعانيه الآن زميلنا وائل الدحدوح. طبعا نشطاء على صفحات التواصل وصفوه بأنه منافق وكذاب. بين صدق النوايا والنفاق والكذب، إلى أي الشقين تميل ألمانيا وأمريكا وعلى شاكلتها ربما دول غربية عديدة. طيب نبدأ بعبد الله، مساء الخير. تفضل يا عبد الله. يعني هم ليسوا سفهاء ولا يناقضون أنفسهم، وهم واضحون في توجهاتهم وهم يعلنون توجهاتهم، وبلينكون غير سفيه وغير منافق، وقال جئت للمنطقة كيهودي، وقالها قبله جورج بوش أنها حرب صليبية مقدسة، ويقولون في وسائل الإعلام التي لا تصل إليكم، ويقولونها جنرالاتهم المتقاعدين بأن العدو هو الإسلام. تعرف ليش يا سيد صالح؟ لماذا هذه السياسة، هذه الجمل في الأخير التي يعربون فيها عن نفس إنساني نوعا ما، تلك لأن صحفتهم
حتى تستطيع صحافتهم المنافقة الصفراء. على فكرة حتى الصحافة هنالك الصحافة الرسمية في هذا الغرب الذي يعتقد عرباننا بأنه مهد للديمقراطية وكل تلك الأكاذيب والتخدير. الآن صحصح الحق ورأينا بأم الأعين، يعني لم نعد نبتلع الطعم. هذا الغرب الذي يصدر إليكم القيم والإنسانية والحرية والمساواة والأخوية ومش عارف، كله كذب وتخدير لشعوبه داخليا ولتخفيل شعوبنا حتى تظل نائمة شعوبنا نحن. طب عبد الله بالله عليك، وزير الخارجية الأمريكي اللي أمامك الآن على الشاشة يبدو أنه لا يستحي حتى في مشاعره الإنسانية البسيطة وإن كانت شحيحة جدا، طبعا لا يبدو أن لديه مشاعر إنسانية. يعني غزة دماءها تسيل الآن أودية، هو رايح للسعودية يعاود يدندن على التطبيع مع المحتل الصهيوني. يا أخي احترمنا شوي أيها المسؤول الأمريكي. يا سيد صالح، ما هو يجب أن نسأل أنفسنا. ما هو أنا دعني أحيي أولا الحاج رضوان وأقول له لله درك يا حاج رضوان، تذهب مباشرة إلى الهدف وتعرف من أين تؤكل الكتف. فلنعد، دعني أنا أسألك، لماذا هو يتصرف بهذه الطريقة وبهذه البجاحة كما يقول المصاروة؟ تعرف ليه شيخ صالح؟ ولماذا أنت طرحت السؤال؟ ألا توجد دولة عربية تقول لم يقف في الحصة الأولى الآن العدوان سأمد غزة بالسلاح؟ لأنهم يعرفون بأن الأنظمة هذه أنظمة لقيطة غير شرعية، بأنها أنظمة لم تصل عن طريق الديمقراطية، بأنهم لا سيادة لهم ولا تفويض عن طريق شعوبهم. ويعرفون يا أخ صالح، والله أنا أستحي، لأن هنالك أخوات عفيفات طاهرات لا يعني ويمتلكون عليهم يعني مخابراتهم. يا رجل أفلام إباحية شيء يخجل، وإلا سأتوسع في هذه وسأعطيك معلومات تشيب لها الولدان. وعندهم حساباتهم والجنات التضرب المال الفاسد الذين يخرجونهم، يعرفون أنهم لقطاء. أنت أكرمكم الله، أنت حتى في 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 مقهى أو في حانة أو في الشارع عندما يسب أحدهم الآخر يقول له يعني يا لقيت، يعني الآخر قد تسيل قد تموت فيها الدماء. وعندما يكون من يسب لقيت فعلا فإنه لا يرد الفعل، بل ينظر إلى الأرض ويذهب في حال سبيلي، لأنه يعرف نفسه لقيت. هكذا هي. طيب إذن الدول الغربية تتعامل بهذا الخطاب المتلون والمنحاز والفج والإجرامي والمنافق لأنها لا تتوقع ردودا من الأنظمة العربية، هذا ما تود قول؟ نعم، لأنها غير شرعية. كلمة السر الذي لا يريد بني قومي أن يفقهوها هي الديمقراطية، هي التداول على السلم، هي الشرعية. هو عندما حطوا أمامه السفيه وقال له كينج يعمل له طائرتك لا تطير، لا تستطيع أن تطير إلا بحماية أمريكية. هم عناتر علينا نحن في قمعنا وفي ذبحنا وفي سرقة مقدراتنا. أما أمامه ولكن يا عبد الله للأمانة، يعني ما أدراك أن الأمير محمد بن سلمان ربما قال كلام جارح لوزير الخارجية الأمريكي عندما عرض عليه التطبيع مع إسرائيل؟ ما أدراك؟ نحن لم تصلنا التسريبات حقيقة. لو قال له فكك الكعبة حجرا حجرا وسأوصلك إلى العرش 100% مضمون كما يقول بلغة المقاهي لفعلها. أنا لست ضد شخص محمد بن سلمان في شخصي، أنا لا أعرفه ولا يعرفني، وقد يكون على المستوى الشخصي قد يكون إنسان يعني طيب وتستطيع يعني أن تعاشره وكذا. هو يحارب من أجل سلطة غير شرعية، مش محمد بن سلمان. نحن لا مسألة مبادئ. الرئيس الفرنسي حتى وإن كانت لعبة الديمقراطية مغشوشة وصل إلى حكم فرنسا عن طريق الصندوق، لم يصل عن طريق سحل الناس في رابعة، وليس عنده مفتي يقول له اقتلهم. ما عندوش مفتي. شكرا لك. ثم رأي عام حتى ولو أنه ثم تخدير، هنالك حد أدنى. هو يخاف من ناخبيه، هو يسعى إلى أرضائهم، هو يريد أن ينتخب، هو لا يريد أن يدمر حزب. شكرا لك عبد الله، أشكرك حتى نعطي فرصة لآخرين. أبو أنس من السويد. السلام عليكم. وعليك السلام. أخي صالح، أحييك وأحيي قناة الرأي الحر، وأرجو أن تعطيني المساحة الكافية كما تعطي بعض القنوات العربية للمتصهينين المساحة الكافية، وكوني عربي أريد أن تعطيني المساحة الكافية. أولا أريد أن أنوه إلى موضوع زيارة وزير خارجية أمريكا الصهيوني، كان يحمل في جعبته عدة رسائل. رسالة إلى تركيا
بعدم مساندة جنوب أفريقيا للدعوة التي رفعتها ضد الكيان الصهيوني. هذا أولا. ثانيا، الرسالة الأخرى هي للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية والدول العربية بالتطبيع. وثالثا، الرسالة الثالثة للعدو الصهيوني في استمرار عملية الإبادة الجماعية. هذا أولا. ثانيا، الموضوع الآخر لقد تطرأت فيما سبق معك إليه، ولكن كنت أتمنى أن يأخذ هذا الموضوع حافزا في برنامجك الكريم. لماذا، وأنا أتساءل دائما، لماذا بعض القنوات العربية تتهافت على استقبال الصحفيين والسياسيين والعسكريين الصهاينة وتعطيهم المساحة الكافية لتبرير جرائمهم الذين خرجوا للتو منها من إراقة الدم الشعب الفلسطيني؟ هل هذا الموضوع أصبح موضوع رأي شخصي أم موضوع قضية وجود؟ هل القنوات العبرية تعطي أو تستضيف مقاوم فلسطيني أو سياسي عربي مؤيد للقضية الفلسطينية لتبرير ما يحصل في فلسطين؟ ما هذا التخاذل؟ إلى متى سنبقى متخاذلين؟ حتى بعض الفضائيات خذلت الشعب الفلسطيني، ليس فقط الحكام وبعض الفضائيات خذلت الشعب الفلسطيني. أتمنى من حضرتك أن تتطرق لهذا الموضوع المهم الممقت. جميل، شكرا لك أبو أنس. يعني حسبك أنك أنت أشرت إلى هذا. طبعا نحن نفتح الباب يا جماعة الخير للجمهور للتعبير عن رأيه، وبالتالي القول هو قولكم، وهو يعني المهم في هذا البرنامج وليس رأي مقدم البرنامج. طيب، نأخذ بعض المداخلات عن طريق الواتساب. أم هيثم تقول إن دماء شهداء فلسطين كانت وما زالت صفعة في وجوه المطبعين وعلى رأسهم محمود عباس، ووسمة عار على جبين الحكام العرب الذين طلبهم نتنياهو بأن يصمتوا بعد مؤتمرهم الذي عقدوه في السعودية. إيه والله، ذكرتينا بمؤتمر السعودية في نهاية 2023. المؤتمر ذهب وفي قرارات وما إلى ذلك، لا رينا لا فرق تتحرك ولا قرار تتنفذ ولا غيره، والله كأنه لم يحصل المؤتمر. يعني ذكرتينا بهذا المؤتمر العظيم الحقيقة، يعني حتى أصبحوا يتمنون معه أن يقوم البحر بابتلاع غزة، ولكن هيهات، تقول أم هيثم. نور الهدى، على فكرة العرب قصة كبيرة، لو تحدثنا عليهم من اليوم حتى لشهور طويلة لن ننهي الحديث. زعماءنا العرب قصة إلها أول وما إلها آخر. نور الهدى من الجزائر تقول: هذا المجرم والسفاح بلينكن عندما يركب طائرته ويعتبر وزير خارجية أمريكا، وعندما ينزل منها ويصبح وزير مجلس الحرب في الكيان الصهيوني، كان من الأفضل عند استقباله وعدم لقائه لأنه أو عدم استقباله وعدم لقائه لأنه هو من دبر وأمر بقتل وتشريد أهلنا في غزة. والله ما نراه وما نسمعه شيء لا يطاق. سالم من الأردن يقول: لماذا الجزائر بلد المليون شهيد لا تنضم لجنوب أفريقيا لمحكمة العدل لإثبات جرائم الصهاينة في قطاع غزة؟ الحقيقة يعني بيني وبينك الكلام هذا بيناتنا، يعني ما توصل لأهلنا في الجزائر. إيه والله الجزائر يعني خطابها ما قبل العدوان، يعني دائما مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، احنا لو كانت فلسطين على حدودنا كنا حررناها، كنا نستمع لهذا الكلام؟ وأنا شخصيا وكثيرين منكم ربما كان يصدق بعضه على الأقل، لأنه الجزائر تاريخ وعظمة وشهامة ورجولة، لكن عندما جاء الامتحان في هذا العدوان الحقيقة لم نرى شيء، مع كل التقدير لكل أهلنا في الجزائر. لا رينا مظاهرات ولا رينا مواقف مزلزلة، يعني الآن الرئاسة الجزائرية تدعو إلى اجتماع لمجلس الأمن، يعني ليس هذا ما نريده. شو رح يعمل مجلس الأمن؟ يطلع لك أمن الأمريكي فيتو جديد؟ لا، نريد خطابات مثل اللي ذكرناها منذ قليل في الساعة الأولى. لماذا لا تهدد الجزائر بالتالي؟ إما أن يتوقف العدوان خلال 24 ساعة، وإلا أنا دولة الجزائر العظيمة سأمد المقاومة بكل ما تحتاج، من قلم الرصاص حتى الرصاص الحقيقي. تضع العالم أمام الامتحان وتحرج كل الزعماء العرب، ليش ما تفعل الجزائر هذا؟ ما الذي يمنعها؟ دولة غنية، يحاصروك لما تكون فقير، لكن لما تكون غني شو يحملوا معك يعني؟ أما جاي تطلب لي في اجتماع لمجلس الأمن ومانع شعبك من
حتى من التظاهر لأجل غزة يا راجل. فبالتالي أعود لكلامي أن الأنظمة العربية الحقيقة، لا أقول كلهم من باب الأمانة يعني، أكثر من 80% يعني أكدوا مش فشلهم، والله الفشل هذه على فكرة كلمة مخففة، ما أكثر من الفشل خلال هذا الامتحان. غزة قامت بتعرية كل هؤلاء العراة أصلا. طيب أم جمال من فلسطين، أم جمال. أيوة، السلام عليكم أستاذ صالح. وعليك السلام سيدتي، تفضلي. أنا من بيت لحم من فلسطين. يا هلا بيك وأهل بيت لحم، تفضل. الله يسلمك، حابة أشارك في البرنامج وأقول لك شغلة. يعني نحن عدونا اللي معروف اللي هي أمريكا وإسرائيل، صح ولا لا يا أستاذ صالح؟ تفضل، يعني هذا تعليقك طبعا، أنا الرأي رأيك وليس رأيك. لكن العدو المضبوط هم مش بس أمريكا وإسرائيل، العدو المضبوط اللي نحن الحين نواسي نفسنا فيه، إنه العرب للأسف الشديد مرق عليهم كلينتون. أنه واحد فيهم طلب من كلينتون إنه يوقفوا الحرب؟ بس سؤال. تقصد بلينكن وليس كلينتون؟ بلينكن، أيوة بلينكن. بلينكن نعم. ولا حدا طلب إنه يتم توقيف الحرب، مع إنه أمريكا بتقدر. تقدر أمريكا بكلمة منها إنها توقف الحرب وتوقف المجازر بحق الشعب الفلسطيني بغزة، والشعب الفلسطيني بالضفة كمان. إحنا عنا إعدامات مدنية يوميا تقريبا بالضفة بتصير، بس اللي مسكر على المواضيع اللي هي غزة، واللي بصير في غزة، والمجازر اللي بتصير في غزة. طيب يا أم جمال، ما دمتي تحادثين، أنا من بيت لحم، وجهي خطابك للرئيس أبو مازن، يعمل له شغلة، يمد يده لغزة، يعلن وقوفه مع غزة رسميا يعني، ويعمل على زيارة غزة. ليش ما يقلب الطاولة؟ ليش ما يحرك المياه الراكدة؟ ليش نايم يعني؟ وأنا يعني أستسمح الحقيقة، لأنه رجال بعمره يعني المفروض نحن نحترمه ونقدره، لكن بصراحة موقفه مش مخجل فقط، أكثر من مخزي. بالضبط أخي صالح، في مثل نحن تعلمناه من زمان، لقد أسمعت لو ناديت حيا لكن لا حياة لمن تنادي. هذه أنا بوجهها للسلطة. طيب على إيش خايف السيد أبو مازن وهو تجاوز 80 يعني، والأعمار بيد الله، ما الذي يخشاه الآن ويخافه؟ حتى لما صار تبادل الأسرة، حتى لما صار تبادل الرهائن بالأسرة الفلسطينية، مش من المفروض أن يكون حدا من السلطة يستقبل هذول الأسرة؟ وينهم؟ وين كانوا؟ نحن ما منلوم، شوف، ما حك جلدك مثل ضفرك. نحن أنا كمواطنة فلسطينية بشد على إيد المقاومة، وبشد على إيد كل إنسان. طيب أنت أم جمال بصراحة، دعيني أختم معك في هذا السياق وإن كان خارج موضوعنا، ما هو تفسيرك لذلك؟ هل السلطة هذه خائفة أم ربما فيها خونة كثر؟ واسمحي لي أستخدم هذا المصطلح، لأنه تعرفين أن إسرائيل، اسمحي لي أكمل. هم السلطة بتستنى تسلم غزة نظيفة، أقول لك إياها بصراحة، السلطة بتستنى تسلم غزة نظيفة، لكن شعب غزة مستحيل يهين. طيب يعني نظيفة طبعا، يعني القصد بالمعنى المشرقي، يعني بعد إنهاء المقاومة. لكن يا أم جمال، أم جمال اسمحي لي فقط، يعني السلطة هذه وطنية فعلا أم ثلاثة أرباعها ربما مع الصهاينة؟ كلها مش ثلاثة أرباعها للأسف الشديد. الله أكبر. كلها مش ثلاثة أرباعها، لأنه السلطة لما ما بتكون بالشعب هذه حرام تكون سلطة. طيب ليش مخلينها الآن في مكانها إذا أنتم في الضفة يعني؟ مسؤولية كلامي هذا. ليش مخلينها في مكانها أنتم في الضفة؟ أهل الضفة وينكم؟ مين أهل الضفة؟ ما هم بتعانوا من 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 احتلالين، السلطة وإسرائيل. أشكرك أم جمال يعني من فلسطين. اللي ما بتنولوا، اللي ما بتاخذوا، إسرائيل بتاخذ السلطة. شكرا لك أم جمال من فلسطين، وشاهد شاهد من أهلها. أم جمال تقول السلطة يا جماعة الخير كلها صهيونية، هذا قول أم جمال، والحقيقة كثير من جمهورنا يقول هذا الكلام للأمانة، لأنه المواقف تعري أصحابها، إما أن تكون مع المقاومة ومع الصمود في غزة، أو أن تكون ضد كل ذلك. فاطمة من فرنسا. فاطمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام، أشكرك وأشكر الكنترول. أما في حكاية أنا مستقربة الدول العربية، علاش حتى يستقبلوا هذا يا بلينكن؟ هو سبب المصايب مع رئيسه
ومع ناطقين بالكلمات رايسو بلينكن وكيربي، هم حقهم يتحاكموا، هم رايسهم يتحاكموا كما راهم، حطوا فيهم دعوات في الامريكان يحاسبوهم بلينكن وكيربي ورايسهم، وزيد الدول العربيه اللي يستقبلوه ويستقبلوه يقولوا رايحين احنا اللي نحن نبنوا غزه. علاش هم اللي دمروها؟ دمرتها الامريكان والدول الاوروبيه والانجليز واسمها جميل، وهذه اسرائيل هم شكر. اللي دمروا غزه، هم اللي بنوها، فهمت؟ شكرا لك فاطمه من فرنسا، اشكرك. طبعا انا دائما اعطي الحقيقه الاولويه لمن يتصل بنا على الخط الارضي، اعرف لانه هذا يكلفه كثيرا وخصوصا في حاله الانتظار. ابو القعقاع تفضل، مساء الخير ابو القعقاع. كيف حالك؟ يا اهلا بك، تفضل. استاذ صالح، قبل 7 اكتوبر شاركت مع زميلك على الكونتران هذا وبلغتهم عبر القنوات عبر الاثير ان فلسطين الشعب الفلسطيني ما يعتمد على الدول العربيه، يعتمد على قناه الجزيره يتوقف معه قبل الحرب. والله ان اللي صار اليوم اما امريكا واسرائيل ما لها معمد. يا سيدي اللي حمى اسرائيل افهمني وسجلها علي، انا اتحمل المسؤوليه. اللي حمى اسرائيل مصر والاردن، هي اللي تحمى اسرائيل، ما تخليها تسقط. هل هم بيخلونا يدخل كلاشنكوف من مصر ولا يعني من يعني ملك الاردن مقاومة. ملك الاردن والسيسي هما اللذان يحميان المحتل الصهيوني الان؟ اقسم لك بالله انا اللي يحمونه من 70 سنه، اقسم لك برب البيت انهم اللي يحمون اسرائيل مصر والاردن، وانا ما اتحمل مسؤوليتي في بلادي. اقسم لك بالله انهم اللي يحموها. زين خليه يدخل طلقه رشاش. لكن بكلمه واحده ابو القعقاع، شو مصلحه الاردن ومصر لو سلمنا بكلامك؟ شو مصلحتهم يحموا محتل صهيوني يعني يحتل ارض فلسطين؟ يا سيدي يبغون الشعب الفلسطيني ما يقوى. شوف المقاومه ايش سوت؟ رفعت روسنا. يا سيدي المقاومة في فلسطين. لا لا لا، لم تجب على سؤالي، ما مصلحة الأردن ومصر في حماية إسرائيل؟ رضا لأمريكا ورضا للغرب ورضا للصهاينة. كل ذا الحين الدول العربية تحت الصهاينة. أنا من أول شاركت معك وقلت أمريكا ماسك سبيل العرب بحلوكم. شكرا لك، أشكرك أشكرك أبو القعقاع من قطر. بإمكان مصر أن ترضي أمريكا كما تشاء وترضي الصهاينة كما تشاء، وبإمكان الأردن أيضا إن صح كلام أبو القعقاع، ولكن أيها أهم بالله عليك أيها العربي أيها المسلم، أنك ترضي ضميرك وترضي شعبك وترضي رب العالمين أولا أيها أهم، وإلا ترضي الصهاينة من وراها من الأمريكان. أنت اختار. طبعا لا أدري إذا كان هذه الأنظمة العربية الحقيقة يعني تنتمي لديننا أم لا. خالد من الجزائر. الخير أخي صالح، يا هلا بيك. بدون إطالة، زيارة بلينكون أرى فيها وقف القتال التدريجي، لأن الصهاينة لا يستطيعون لا الوصول إلى المختطفين ولا قهر حماس ولا نهاية حماس. الآن يبحث مع الأنظمة العربية لخروج الصهاينة، يعني حكومتهم اي بين ظفرين خروج مشرف طبعا، ولا يستحقون الشرف. نعم هذا ما يريدونه. لا ما نقول باقل الضرر. نعم لا نقول شرف، باقل الضرر. لكن ما اتسفى عليه هو نفس التساؤل. للاسف لا توجد دوله حتى الان تقوم بالتدخل مسانده لجنوب افريقيا قبل النظر في طلب الإجراءات التحفظية الخميس المقبل ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. الجزائر أعتقد أنا عندها في 63 تحفظ على مادة، هذه مادة الإبادة الجماعية وكذا وحقوق الإنسان، في 63 وضعوا عليها تحفظ. إذا أرادت أن تدخل إلى جانب جنوب أفريقيا لازم تسحب التحفظ هذا. هذا ما في رأينا. جميل. لكن أنا لست مع الأنظمة بما فيها نظامنا، لأننا لم نقم بالواجب.
نحو إخواننا، لا الواجب الأخوي ولا الواجب الديني ولا الواجب الإنساني. غزة في حاجة إلى كل الأمة، غزة في حاجة إلى كل الأمة. شكر لك خالد. ما أحوج غزة وفلسطين نعم إلى كل الأمة، لأن الحقيقة الأمة يعني بمواردها وبما فيها من كفاءات وطاقات وموارد لو فعل جميعها لا تستطيع فقط أن تنصر بل أن تحرر فلسطين كاملة. شكرا لك خالد من الجزائر. الشيخ سراج الدين من ليبيا يقول نأمل من قناة الحوار وبرنامج الرأي الحر على وجه الخصوص، طبعا هو يقول التحرير لكن يقصد التذكير المستمر في كل حلقة للعرب والمسلمين أينما كانوا في بلدانهم أو بلاد المهجر على دعم الفلسطينيين وخاصة أهالي غزة دعما ماديا من خلال الجمعيات الخيرية وجمع الأموال والتبرعات لدعم الصمود وإعانة الفلسطينيين على الحياة الكريمة. محمد من تونس يقول ذات الشوكة اليوم في خسارة أهلنا في غزة ولكن النصر لهم وهم الصابرون، إن وعد الله حق. هذا ما يقوله محمد من تونس. عبد سلامة من الأردن يقول إغلاق المعبر صناعة عربية وهي ورقة رابحة بيد إسرائيل والغرب المتصهي للضغط على أهل غزة للخروج من غزة. رسالة أيضا أحاول أن أجد اسم صاحبها، هو من الرقم من أعتقد من السعودية لكن الحقيقة لا يوجد اسمه وبالتالي لن أعرض الرسالة. زين العلي من ألمانيا تقول أسود المقاومة الشعب الفلسطيني الذي وقف أمام الصهاينة قوة لم يتوقعها المخطط الأمريكي والأوروبي والصهيوني، لذلك خارج منها وهو ذليل صاغر كما تقول. طيب عزام من ألمانيا مساء الخير. حياتي لكم جميعا. تفضل عزام. معلش راح أتكلم معك بصوت شوية واطي والله. إيش امبارح طلعت من المستشفى صالح مؤامرة هذا كله. يا هلا بيك تفضل. العموم أنا بطلت عندي إيمان يا أخ صالح بحكيها بصراحة لأول مرة. أمة عربية خالدة، أمة عربية واحدة، دم واحد، لغة واحدة. الحرب هاي كشفت كل إشي عن بكرة أبيه. بطل عنا الآن كشعب فلسطيني وأهل غزة خاصة وأهل الضفة اللي إحنا فيه في هذا الوقت بثلاث أشهر لحد الآن دخلين على 100 يوم. والعالم العربي أنا ما بطلع على الأوروبيين ولا الأمريكان، أمتنا العربية اللي نايمة حكام وشعوب هدول يتحمل المسؤولية، هدول الله رح يحاسبهم واحد واحد من حاكم ومحكوم. أما أهل غزة وأهل الضفة الله يرحم الشهداء ويشفي الجرحى والفكة على الأسرى. طب عزام حتى نختم معك وبعجالة لأنه لدي جمهور آخر يعني ينتظر الوقت يلاحقنا، ماذا تقول لوزير الخارجية الأمريكي وزيرة الخارجية الألمانية اللي عندهم يعني كلام الحقيقة يفهم على وجهين، كلام متعاطف مع الوضع المدني في غزة وكلام آخر يصر على دعم المحتل الصهيوني، طيب ما هي الرسالة يعني ماذا يريدون أن يقولوا لنا هؤلاء؟ أنا هدول يا أخ صالح أنا بعتبرهم صهاينة، إيش أقول لهم يعني؟ اللي بحكي للصهاينة بقول لهم هم تنهم صهاينة، والعرب بيستقبلوهم يعني بيستقبلوا الصهاينة وبيستقبلوا هدول الصهاينة. هم هدول لو لقوا إشي من الدول العربية ضغط عليهم ما عملوا هذا كله. يعني برأيك كان الأحرى بتركيا والسعودية وباقي الدول التي زارها بلينكن أن ترفض استقباله مثلا؟ وليش لا يا أخ صالح؟ وليش يعني مش خايفين من شوية أخ صالح؟ ليش لا؟ الدول الإسلامية شو بتعمل؟ الدول العربية شو بتعمل؟ أذا هم بيعلنوها يا أخ صالح أشكر ليلا نهارا نحن معهم هم معهم. يا أخي ما فيش دولة عربية تقول نحن مع المقاومة. طيب قول كلمة للرئيس أردوغان الذي عنده شعبية يعني تغطي عين الشمس، كان يعني أنا أقول كان وهذا كان فعل ماضي ما قبل العدوان، الآن وجه له أنت فلسطيني كلمة يا أخي، قل له يعني يا سيادة الرئيس راهو عيب هذا الكلام، يعني واحد متورط في العدوان وتستقبله وتسلم عليه وتضحك في وجهه يعني تفضل. قبل ما وصل له أنا الكلام لأردوغان وزير خارجيته اللي كان موجود أغلو هو اللي وصل له الكلام، وبر شوف كيف كلام هذا وشوف كلام هذا. أردوغان كان
عشان اخر نهايته بالهاي حتى حزبه ما يطير، حتى هو رايح، حتى حزبه ما يطير. عمل ايش؟ حتى الكيان الصهيوني اخ صالح بقول لك انا لن ارجع سفيري الى انقره طول ما اردوغان موجود. يعني شوف هم اللي بيهددوه مش هو اللي بيهدد. شكرا لك عزام من المانيا، اشكرك. ابو ايوب من الجزائر يقول العدو الاول لغزه والمقاومه الفلسطينية هي مصر، هي من بدأت بحصار غزة وتدمير الأنفاق وإغراقها حتى لا يدخلها السلاح المهرب. هذا كلام صحيح. بعد الانقلاب بدأ كل هذا. أنت لو تحب غزة ليش تغرق في الأنفاق؟ ليش تدمر فيها؟ يعني ياريت هذا أشباه عرفات يجاوبونا. أنت ليش هذول إخوانك يعيشون من هذه الأنفاق لأنهم المساكين محاصرين. إذا أنت تحبهم فعلا ليش تدمر في الأنفاق أصلا بعد انقلاب 2013؟ حتى باش يبان لك الكتاب مبين من عنوانه كما يقول المثل الشعبي. يعني إذا أنت الآن فاعل خير كنت فاعل خير منذ زمان، لكن والله العظيم يعني العرب ليسوا مغفلين عندما ينتقدون النظام المصري للأمانة. يعني أنا أستغرب في البرنامج هذا وأنا أقدمه منذ سنوات لا أكاد أجد واحد فقط عنده ثقة في النظام المصري من موريتانيا إلى العراق. ليش؟ كلهم غلطانين وعرفات وحده صادق. ليه؟ استهدى بالله يا عرفات وحكم عقلك وضميرك ودينك وسيبك يا رجل من تلميع صورة هذا أو ذاك، لن يدوم أحد. مصطفى من أمريكا يقول لنكن أكثر وضوحا، مشكلتنا حكام الصهاينة العرب الآن وغدا. الحاج من الجزائر مساء الخير. صلاح السلام عليكم. وعليك السلام، أهلا بك يا أخويا. نشكرك على الحصة ونشكر الجمهور الحوار. أنا باختصار باش ما نطولش يا أخ صالح، أنا نقول كاع العرب اسم الحكام، وما احنا في الجزائر داخلين علينا ظالمة ومظلومة، ما دعموش الجمال شمالي إفريقيا باش يدعموهم على الصهاينة هذوما. ثانيا واش نقول لهم العرب ثانيا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا أخشى عليكم الفقر. عرفوا باللي الناس عرف باللي احنا المسلمين والعرب ما يخافوش من الفقر. ما تخافوش من الفقر. لا أخشى عليكم، الحديث معروف يا أخ صالح، يلحقوا الخذلان. وانا نقول لهم لا آخر كلام يا أخ صالح والله العظيم. شكرا لك الحاج من الجزائر، أشكرك. أبو أنس من الأردن يقول المشكلة ليس بالحكام وإنما الشعوب، بالشعوب الحكام وضعهم الاستعمار. لا أدري والله لم أستوعب رسالتك. أما نحن الشعوب فنحن جبناء. الجملة شوية مش راكبة يا أبو أنس للأسف. جميلة داود من الأردن تقول الحمد لله لا تزال المقاومة بخير وقادرة على إلام العدو الصهيوني. لم نعد نطلب من العرب مساعدة المجاهدين في غزة لأننا أدركنا أن الله تعالى أراد النصر خالصا لرجاله الأتقياء الأنقياء. دعاؤنا الدائم أن يسدد الله رمي المقاومة وينصرها نصرا مؤزرا، تقول جميلة داود. غيث الهمالي من ليبيا، أتمنى من شباب الأمة العربية وأحرار العالم أن يبتهجوا بالنصر على الصهاينة المحتلين وأن ينطلقوا في أي موقع إعلامي بهاشتاغ النصر ورفع القبعة لأهلنا الأبطال في غزة والثناء والشكر لله على هذا النصر. سمير مساء الخير. سمير نعم السلام عليكم. وعليك السلام، اعذرني نصف دقيقة فقط يا سمير، ما زال لدي على الدين، اريد ان اعطيه فرصة. تفضل. انا مقيم باسبانيا الجزائر، حبيت نقول لك بلك للاسف الجزائر يعني هي دولة كبيرة ولكن ما تقومش بالواجب. اقل شيء اذا كان عندك كما جزاك دولة جزائرية وعندك مصالح مع اوروبا مع الاتحاد الاوروبي، قال الاخر تتحرك يعني تبعث وزير الخارجية الى اوروبا ويتكلم. الجزائر عندها اتفاقيات كبيرة مع مثلا مع فرنسا المصالح. كلام جميل، لماذا لم يفعل الجزائر ذلك؟ لأنهم يا أخي كل واحد بنى على الحقيقة تاعه، لأنهم صرصارون يقولون ما لا يفعلون. أخلاص يا أخي. جميل، شكرا لك سمير واعذرني طبعا لضيق الوقت، أشكرك. علاء الدين من أمريكا في نصف دقيقة يا علاء الدين. نعم مناشدة بس للأهل في الضفة الغربية. أستاذ صالح، في عنا 40,000 عسكري فلسطيني في الضفة الغربية. قبل ما أروح أنط على مصر والأردن والجزائر وأقول الله يلعن فلان وفلان، يا رجل عنا 40,000 مقاتل بالضفة الغربية بيحموا عباس، شو قاعدين بيسووا؟ 40,000 مقاتل يا رجل مسلحين ومدربين.
من شان الله خلينا نوجه البوصلة صحيح يا صالح. طيب أنت أرجوك. تريدهم أن يبطلوا حماية عباس؟ يطلعوا يقاتلوا، مش بس يبطلوا حماية عباس يطلعوا يقاتلوا. شو بتستنوا؟ جايكم الدور. شكرا لك علاء الدين. أشكرك علاء الدين من أمريكا. على كل حال لسنا هنا لنحرض أحد على القتال حتى لا نتهم في هذا المنبر، تعرفون في النهاية هذا المنبر يبث من بريطانيا، وبريطانيا ما شاء الله عليها أيضا موقفها يعني من مما يجري في غزة لا يقل سوءا للأمانة على الموقف الأمريكي والألماني، ونحن نقول هذا الكلام من داخل لندن، هذا موقفنا، لا يستطيع أحد أن يمنعنا من ذلك. محمد من فرنسا يقول نتنياهو وجود على رأس الحكومة أتمنى لا يخرج، لأن وجود هو المكسب الحقيقي للمقاومة، لأنه يحارب من كل الأحزاب في الكيان الصهيوني، ورحيله سوف يرتب البيت من الداخل. الحقيقة الوقت يلاحقنا بل أدركنا. هشام من أمريكا يقول أقسم بالله لو رفعت الدول العربية ثمن الغاز والبترول لتحرك الشارع الأمريكي لوقف العدوان. لاحظوا، لو رفع العرب ثمن البترول والغاز لتحرك الشارع الأمريكي لوقف العدوان. عشت أكثر من 20 سنة بأمريكا وأعرف نوعية العقلية لديهم. يا عرب، يا من تملكون الغاز والنفط، هشام من أمريكا يقول لكم لو رفعتوا شوية السعر لا راح الأمريكان، المواطن الأمريكي وضغط على حكومته توقف العدوان خلال 24 ساعة، وهذا ما حصل في 73. لكن وين العرب يعني؟ أنت تتصور الآن ملك فيصل هو 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 مثل محمد بن سلمان أو غيره؟ عمي يا عمي كان لدينا أبطال، ولكن اليوم والله عيال تقود الدول العربية، عيال في عقولها، لا أتحدث على عيال من حيث العمر أنا، لأنه مش معقول من موريتانيا للعراق لا تجد زعيم يعبي مكانه. يا أخي أنت زعيم، مثل هذه الزعامة في منصبك، أظهر لنا زعامتك، أظهر لنا رجولتك، أظهر لنا هيبتك واستقلالك وإرادتك وإرادة شعبك. لا نكاد نجد ذلك، والله العظيم نقولها بكل صراحة، ربما باستثناء قطر، ولا نقول هذا مدحا ولا تملقا لأحد، ولكن من موريتانيا للعراق أنا ما زلت أنتظر مواقف الحقيقة ترتقي إلى مستوى هذا العدوان الهمجي الإجرامي والنازي الذي يجري في غزة. عليش خايفين الزعماء العرب؟ أنا لا أدري الحقيقة، ملعون أبو السلطة مليون مرة. نشكر محمود البلوي من مصر، عبد العظيم من الأردن، الأم سلمة شكرا لك، عبد الحميد من ليبيا، الحسين من المغرب، موسى نصر من الأردن، بوطيب شكرا لك، عادل من الجزائر، رضوان فاطمة من الجزائر، عبد رب النبي من المغرب، كثير المراسلات الحقيقة. إبراهيم بن عائشة أشكرك من المغرب، نوردين من فرنسا، عبد المجيد من المغرب، عبد العالي من المغرب، إبراهيم من المغرب، آدم من الجزائر، حسن العماري، يمينة من الجزائر، عبد الرحمن محمود من بريطانيا، وآخرين كثر. أشكركم جميعا، ولكن اعذروني هذا ما سمح به الوقت. نختم كالعادة بمراسلو الرأي الحر. محمد من سوريا يقول العديد من الأنظمة تحاول تلميع صورتها أمام شعوبها وتقف بكل أو بشكل خفي مع المحتل، أما على صعيد الشعوب فجميعها يتألم لما يحدث، ولكنهم مكبلون بقيود أنظمتهم كما يقول محمد. فتح الله من إسبانيا، في هذا العدوان على غزة أصبح الكل بجانب الحق الفلسطيني بكل بقاع العالم، وأصبحت القنوات التلفزيونية تنقل الصورة كما هي، حيث أن قناة لا سيستا الإسبانية تنقل حيثيات الصراع على حقيقته كما يقول. وليد من فلسطين، لم نسمع أو نرى أيا. وليد من فلسطين يقول لماذا لا تهب الشعوب العربية على الأنظمة والحكومات القمعية لتحقيق ما يتطلعون إليه في بلدانهم أولا، ونصرة قضيتهم المركزية فلسطين ثانيا. طيب من المغرب، لم نسمع أو نرى أي من الجيوش العربية والإسلامية قامت بفعل المطلوب منها أمام مجزرة الغزيين في القطاع، لذا لا رجاء منهم كما حال الأنظمة، لا فصل بعد اليوم كما يقول الطيب. أحمد من مصر، انتظار النصرة من الحلفاء التدخل لنصرة غزة وفلسطين هو ضرب من الخيال، نظرا لتقاطع مصالحها مع إسرائيل من جهة،
وداعميها من جهة أخرى. نختم كالعادة برقم هذه الفقرة. طبعا نرحب دائما بمشاركاتكم المكتوبة لا تزيد عن 5 أسطر أو الفيديوهات وهي التي أحرض عليها يوميا. سجل فيديو بموبايلك الخاص وإرسل به إلى هذا الرقم اللي أمامك واتساب 0044-77-627-60-809. طبعا الفيديو ممكن يكون حول غزة، ممكن حول المواقف العربية، ممكن يكون حول قضية أخرى تهمك وتهم بلدك تريد التعليق عليها في دقيقة واحدة. لقاؤنا بحول الله يتجدد يوم غد وفي نفس التوقيت. أستودعكم.